السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير، صباح جديد، صباح سعيد، صباح الأمل والتفاؤل اللي بيتجدد جوانا كل يوم مع إشراقة شمس يوم جديدة وصباح جديد، صباح سعيد. طبعًا النهاردة هنتكلم على موضوع مهم ألا وهو الشهية. الشهية في ناس بتقول أنا ما بقدرش أتحكم في الشهية بتاعتي، في ناس بتقول أنا الشهية بتاعتي على طول مفتوحة، على طول عايز آكل، على طول عايز أشرب، على وهكذا. لدرجة إن إحنا بقينا ممكن ناكل الاكل وطلع وحش، يعني الاكل طلع وحش، وبقى المبدأ بتاعنا طالما الاكل كل طلع وحش اكله واجيب اكل حلو بقى عشان اكله كمان. يعني مش ان انا الاقي الاكل وحش واسيبه، لا، ده انا باكل الاكل الوحش وبروح اشتري اكل علشان خاطر اصل الاكل طلع وحش. طب انت رميت الاكل وحش؟ لا انا ما رميتوش، انا اكلته. وتلاقي نفسك بتاكل الاكل ده برضه وهكذا. طب ازاي اتحكم في شهيتي؟ في ناس بتقول لك خد ادويه مش عارف ايه بتاثر على الشهيه وبتخليك ان انت تحس ان انت شهيتك مقفوله. طبعا كل الكلام ده طبعا خطر جدا جدا على الصحه، لان اللي فيه المواد الفعاله بتاعته اللي بتاثر عليك يعني خلاص هي بتقطع الوصلات العصبيه ما بين المخ وما بين المعده. يعني في المخ والمعدة ما بينهم وصلات زي خطوط كده هي بتقطعهم، هي مش بتقطع بس الشهية لكن هي بتقطع كل حاجة. حتى ناس دي تلاقيها بتعاني من الاكتئاب، بتعاني ان هي ممكن بيحصل لها زهايمر، ان هي مش فاكرة اي حاجة، في حاجات كتير او بتحصل حواليهم مش فاكرينها، وكمان بتؤدي احيانا للانتحار. علشان كده انا بقولك علشان خاطر تتحكم في شهيتك اول حاجة وقف السكر الابيض، السكر الابيض، السكر الابيض والدقيق الابيض. الحاجات دي لو وقفتها وابتديت تتحكم فيها، والشوكولاته طبعا والشيبسيات والحاجات اللي هي المصنعه، حاول ان انت تبعدهم خالص عن حياتك لمده اسبوعين متصلين، اسبوعين متصلين بس، صدقني الشهيه بتاعتك هتتظبط. هتلاقي نفسك انت بقيت متحكم في نفسك، بقى الاكل قدامك وانت جعان وتقول عادي انا ممكن اكل منه شويه صغيرين، مش شرط اكل الكميات اللي كمان اللي قدامي. علشان تتحكم في شهيتك التزم فقط اسبوعين بنظام غذائي صحي، هتلاقي المعده دي بتاعتك قفلت. حتى لو انت عايز تاكل هتلاقي المعده بتصدك تقول لك لا خلاص انا قفلت. كده انت غيرت حاجتين، غيرت مخك وغيرت معدتك، بقى الاتنين متناغمين منسجمين مع بعض. لكن اللي بيلعب في معدته بس او اللي بيلعب في دماغه بس ما بيبقاش فيه تناغم، وبالتالي بيبقى فيه كونفليكت، في حاجه غلط ما بينهم. علشان كده انا بقول لك علشان تتحكم في شهيتك، علشان تتحكم في نفسك، التزم فقط باسبوعين من النظام الصحي وامنع فيهم السكر الابيض والدقيق الابيض. صدقني هتلاقي نفسك متحكم في الشهيه بشكل انت لا تتخيله. صباح الفل عليكم، وأتمنى لكم حياة جميلة، حياة سعيدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.